المساواة التامة الكاملة الفعلية على كل المستويات بدون أي استثناء. لو عندها حقوق وعندها واجبات بطبيعة مع المساواة في الطريقة هذيك، ما إذا مش مساواة تولي هي تركب على الرجل لا ضد هذاك. أنا أصلا من بالنسبة لي أنا ما لازمش تتذكر كلمة امرأة في الدستور أصلا ولا راجل ولا يعني تحكي على تونسي وكهو. نحن وقت يوم بارل دو مساواة جو بونس سي او نيفو ليغال اي جوريديك، دونك ا سو نيفو لا ما يظهرليش كان امرأة تنجم تجاوبك تقول لك نحن كومبليمونتير، سي نورمال اون فا ريبوندر اون اي ايغال. بالطبيعة مع المساواة التامة، علاش؟ خاطر خاطر ما فهمش علاش ما تكونش فما مساواة بين المرأة والراجل، الاثنين يخدموا الاثنين يشوفوا على الدار الاثنين يقراوا، فهمش علاش تبيع مع مساواة الرجل والمرأة. وعلاش خاطر المرأة علاش ما فهمش مساواة بين الرجل والمرأة؟ مساواة بين الرجل والمرأة وعلاش ضد؟ خاطر في الدين يقول لك المرأة ناقصة عقل نفسية هذاك. الرجال قوامون على النساء، معناتها الراجل راجل والمرأة امرأة، المرأة عندها بلاصتها والراجل عنده بلاصته، ما لا واحد ياخذ بلاصته واحد. ما المساواة بين الرجل والمرأة، مانيش ضد المساواة بين المرأة والمرأة، المرأة والمرأة بين الرجل والمرأة، خاطر بالرجولية تشوف المرأة كبرت ياسر على الراجل، والراجل ديما راجل والمرأة مرأة. بالنسبة لي أنا مع خاطر اليا كنت ديفيرونس بيان سور مع المراه خاطرني راجل. مع المساواة الرجل والمرأة خاطرهم الزوز كائنات حية وكيف هي أنا كيف هي فما حتى فرق. يصير مع فما حتى مشكل. المرأة نصف المجتمع وتساهم كيما الراجل في الحياة الاجتماعية وحتى حياة الأسرية. يلزم المساواة وكذا. المساواة هذيا هل هي معناتها مجرد مساواة بين الرجل والمرأة أم مساواة تامة معناها؟ مساواة ما بين الرجل والمرأة معناتها ليست بالمساواة التامة اللي يناديو بها البعض. لا أقل من مساواة تامة وفعلية وكاملة في كل المجالات مثلا فقط المجتمع متخلف. لا مجال المقارنة، مساواة 5% والأخرين كذا من 15%. شكون 5% وشكون كذا؟ 5% رجال كذا من 15%. معناتها تشوف نساء ماخذين حقوق ويضربوا بكف ويكوروا برجال. مع حاجة طبيعية المرأة شريك فعل مع المرأة مع الرجل. مع المساواة بين المرأة والرجل، المساواة هذه لازم تاخذ أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية. مانيش مع المساواة في الإرث لكن مع المساواة التامة باستثناء الإرث اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.